أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم رئيس جامعة تعز الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي. بداية دكتور محمد، لو بدأنا من حيث انتهت الأوضاع في تعز، ما هي الأوضاع الجديدة في جامعة تعز؟ كيف انتظمت العملية الدراسية داخل الجامعة بالرغم من استمرار الحرب داخل المدينة؟ بداية مساء الخير. وطبعا أنا دائما أقول أنه ينبغي أن تستمر العملية التعليمية في كل الظروف، على اعتبار أنه التعليم ينبغي أن يكون بمنع عن كل شيء، فاستمراره مهم حتى في وقت الحروب طبعا، بل أهم. يعني جامعة تعز بلا شك عانت أكثر من أي جامعة أخرى، حيث تحولت إلى ساحة حرب لفترة طويلة دامت تقريبا سنة، ولم تحرر إلا قبل سنة وشهرين. ف يعني حاولنا في بداية الأمر برغم الظروف المعقدة والصعبة أن نفتح مراكز وبرامج في مختلف محافظات الجمهورية بحسب تواجد النازحين، وفعلا نجحنا في هذا وحققنا الكثير للطلبة. ومن ثم عندما تحررت الجامعة تواصلنا مع كل الأطراف وتم العودة إلى الجامعة واستأنفنا الدراسة. وكان الشيء الجميل أنه الإقبال كان بدرجة غير عادية. قلصنا المراكز إلى أن أبقينا على فقط مركز واحد وهو مركز الحوبان، على اعتبار أنه الدخول من الحوبان كما هو معروف إلى تعز يستغرق ساعات طويلة، ناهيك عن انقطاع الراتب وإلى آخره، فمن الصعب كان أنه نحرم آلاف الطلبة من الدراسة. يعني هم ليس بالعدد الكبير لكن يعني يصلوا إلى 4000 شوية. وطبعا استأنفنا الدراسة، وتحديدا بدأنا العام الدراسي بشهر نوفمبر 2016، نعم، وانتهى العام على خير برغم من المصاعب الكبيرة. يعني وأكبر المشاكل التي واجهناها موضوع انقطاع الراتب. سنعود لموضوع انقطاع الراتب، لكن لو توقفنا عن مستوى الضرر اللي تعرضت له مباني الجامعة، الكليات اللي تضررت، هل أجريتم عملية تقييم؟ هل هناك أرقام معينة لتكلفة الإصلاح وأيضا عودة إعمار هذه المباني؟ بكل تأكيد تضررت الجامعة كثير. الحمد لله حاولنا أن نعمل مع الأخوة في المقاومة على أن لا تعطى أحداثيات ولا تضرب الجامعة، وفعلا هذا تحقق. فقط يعني ضربة، يعني تم ضرب اثنين مباني ما كانت شبه ذاك المستوى الكبير. تعرضت لمشاكل كثيرة، إنما في كل الأحوال طبعا عملنا على إعادة، طبعا بجهود ذاتية، طبعا مساعدة بسيطة من جهات مختلفة، من السلطة المحلية يعني، وإن كان ليس بهذا، أنا أتكلم بصراحة، بهذاك الدعم الكافي. هناك كان دعم من مجموعة هذا سعيد العم لبعض الكليات، بالإضافة إلى جهات أخرى استطاع من خلالها يعني تسير العمليه التعليميه. نعم. لكن لا زالت الاضرار قائمه، وبالذات في المباني تحتاج الى صيانه طبعا، و يعني تكلفتها كبيره حقيقه. يعني هل استلمتم جميع الكليات؟ نعم. لا طبعا احنا نقلنا كليه الطب البشري والعلوم الصحيه من مبناه الرئيسي الواقع في الكمب جنب القصر الجمهوري. نعم. ونقلنا كلية الآداب الواقعة برضو بالقريب منه إلى الحبيل، وعملنا قمنا بتعويم القاعة الدراسية، ومن ثم بعض المراكز التي كانت موجودة خارج الحبيل، واستوعبت مباني الحبيل جميع الكليات المراكز. طيب إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وشاهدنا أن العدد كبير من الكليات تعرضت لقصف وربما لاستهداف أكثر من مرة من الميليشيات، هذا لاحظنا حتى خلال الأسابيع الماضية عندما كانت تنشر صور لفعاليات داخل الكليات أن هناك شبه دمار في عدد كبير من المباني.
كيف استطعتوا أن توائموا بين الدمار الحاصل وعدد الطلاب الكبيرة داخل الجامعة؟ أنا أرجع هذا إلى الإرادة القوية للطلبة وأساتذة الجامعة والموظفين الإداريين. يعني حقيقة الطالب في تعز لديه يمتلك إرادة قوية، فبرغم كل هذا إلا أنه اكتظت القاعات بالطلبة، وكان البعض لا يصدق أن خلال أيام من استئناف الدراسة في منطقة حبيب سلمان يصلت على الطلبة إلى 25,000 طالب، مع أن البعض كان ينادي والبعض كان يطالب بأنه توزع الجامعة على طلبة الجامعة على جامعات أخرى، لكن أبينا إلا أن تستمر عملية التعليم من خلال ما ذكرته، فتح المراكز التعليمية ومن ثم المراكز التعليمية والامتحانية ومن ثم العودة إلى الحبيل، إلى حبيل سلمان اللي هو المقر الرئيسي. فالظروف صعبة لكن في إرادة صلبة. طيب إذا ما ذهبنا قليلا إلى موضوع آخر، كان هناك حديث عن ممانعة من أطراف معينة لعودة الدراسة في الجامعة، لعدم تسليم مباني الجامعة، أيضا لعدم لرغبة عدد من الأطراف أن تبقي حراسة أو أن تبقي على حراسات تابعة لها، كيف استطعتم التخلص من هذه النقطة؟ وحقيقة أنا كنت على تواصل دائم منذ بداية الحرب مع كل الأطراف، ربما برضو علاقتنا مع الأطراف كلها كويسة ساعد على هذا، بالإضافة إلى أن الناس مستشعرين المسؤولية، يعني في شعور المسؤولية في قضية استئناف العمل التعليمي، ونحن ما تركناش الجامعة، بمجرد أن تحررت دخلنا اليوم الثاني، وقمنا طبعا بداية بتلحيم الجامعة في القاعات والورش والمباني والمعامل حتى لا تعرض للسرقة يعني. وفعلا هذا جنبنا الكثير من قصد قضية النهب. والجانب الآخر صحيح أنه الحراسات كانت من فصائل مختلفة، أنا شخصيا استحسنت هذا في ذلك الظرف، لأنه كان ليس بالإمكان أن نبقي طرف ونقول للطرف الآخر غادر، أو أنه يعني نقول لهم غادروا لأنه الوضع غير طبيعي، يعني وضع حرب. لكن في آخر مطاف لا أمثلك إلا أن أوجه لهم الشكر الجزيل، على اعتبار أنهم ساهموا في الحفاظ على الجامعة. وقبل سفري إلى تركيا لحضور المؤتمر الدولي الثاني حول اليمن في العصر العثماني الثاني، تم استلام الجامعة، قمت باستلام الجامعة، وكان هذا طبعا بتوجيه من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز باري، وهنا القادة هناك العسكريين والسلطة المحلية، وبالتفاهم والاتفاق مع الجهات التي كانت في الجامعة، وفعلا استلمنا الجامعة وسلمناها للأمن الخاص. الآن يعني تم تسليمها للأمن الخاص بعيدا عن بقية الفصائل. نعم، هي الآن يعني عهدت الجانب الأمني مع تحت يعني سيطرة الأمن الخاص، أنا أقصد كحراسة يعني، لكن في الوقت نفسه يعني الأخوة من حرسوا في الجامعة مختلف الجهات حقيقة كان عندهم سنة. ألم يسجل حالة نهب وإتلاف وغيرها من الحوادث؟ الحقيقة أنه جامعة تعز كما معروف المؤسسة الوحيدة التي لم تتعرض لهذا النهب كما حصل المؤسسات الأخرى، وخسارتنا لا تتجاوز 3-4% من إجمالي قيمة التجهيزات يعني. لكن طبعا هذا النسبة البسيطة، أنا أتكلم على عشرات المليارات طبعا، نعم، هذه النسبة البسيطة كانت مرتبطة ارتباط مباشر بالعملية التعليمية، وبالتالي أثرت إلى حد كبير. حاولنا من خلال التواصل مع جهات مختلفة أنه وإن كان يعني لم نصل إلى هذا المستوى، لكن في كل الأحوال يعني تسير الأمور بصعوبة طبعا، وبالذات عندنا مشاكل بعض المعامل، عندنا مشاكل في الكهرباء، عندنا مشاكل في 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 في, في أمور كثيرة يعني. إنما تدريجيا الجامعة تسترد عافيتها. طيب إذا ما ذهبنا إلى موضوع انتظام الطلاب، هل أوضاع الأمن الأمنية في المحافظة الآن أو في محيط الجامعة تساعد على انتظام الطلاب بشكل كبير، بعيدا عن المخاطر، بعيدا عن الاستهدافات، بعيدا عن عمليات المواجهات والقصف المتكرر؟ حقيقة بالرغم من الأوضاع هذه الصعبة، لكن لم تسجل حالة وفاة حتى الآن،
يعني في إصابة بسيطة حصلت. كان هناك أكثر من مرة تعرض لها الجامعة أو حرم الجامعة لقصف. لا، الحبيب سلمان هو تقريبا مرتين، ولكن كان خارج الدوام. يعني ما فيش هناك في مخاطر، لكن الإرادة، إرادة طلبة قوية. يعني في طلاب، أنا أقول هذا بجزم، أنه في طلاب كانوا مشوا مشي يعني ساعات حتى يصلوا إلى الجامعة، وهذا الشيء الذي جعلنا كلنا أن نمشي بهذا الطريق. يعني طبعا وش يقول لنا حاجة، أنه جامعة تعز برغم الحصار الخانق هذا، وبرغم الأوضاع الصعبة، وبرغم ما أسلفنا ذكره، إلا أنها يعني فتحت العديد من البرامج في مساقات الماجستير، في المرحلة الجامعية، وفق التصنيف العالمي الذي لم نقوم به نحن، بل هذا تصنيف عالمي. جامعة تعز تخطت 12400 جامعة عربية وعالمية. قمنا بأتمتة كثير من الكليات، تقريبا لم تبقى سوى كليتين قطعت الشوط، يعني شوط في يعني شوط كبير، فقط تبقت المرحلة الثانية. حتى عند لدينا فرع في فرع التربة الذي كان يعني إدارة لفترة تتجاوز العام، عندما كانت الجامعة مغتصبة. نعم. كل هذه أصبحت إلكترونية، يعني الجميع متعاون، وكل أطراف في تعز حقيقة متعاونة فيه. كان هناك حديث في فترة سابقة أن الجامعات الدولية أو الجامعات خارج اليمن لم تعترف بأي شهادة لجامعة يمنية منذ 2015، منذ الانقلاب. ما حقيقة هذا الوضع يعني؟ لا، هو حصل لبس في الأمر هذا. الأمر لا يتعلق بالاعتراف بشهادة الجامعات اليمنية. شهادة الجامعات اليمنية معترف بها باعتبارها عضو في اتحاد الجامعات العربية. الأمر كان مرتبط تحديدا حول عدم قبول شهادات لطلبة من الأردن مثلا، يعني يدرسون في أو يلتحقون طلبة أجانب، يعني أجانب في اليمن. هذا ما حصل، ولكن تناولت وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة. يعني الآن الشهادة اليمنية معترف بها في كل، معترف فيها وفي أعداد كبيرة في كلية الطب البشري والعلوم الصحية، يدرسون في جامعة تعز، يعني مستمرين. هم كانوا يتحدثون عن التحاق طلبة جدد نتيجة ظروف الحرب في الجامعات اليمنية، انه غير يعني وتقريبا الأردن فقط. هل حدثت خلال الفترة الماضية تجاوزات فيما يتعلق ببيع شهادات، بمنح درجات علمية من قبل، خلال يعني عدم انتظام الدراسة في الجامعة؟ الحقيقة انه النظام في الجامعة اشد، وحتى وان كان هناك، وانا يعني تذكرت انه كانت هناك هناك من كتب انه جامعه تعز مثلا. نعم. حتى نتكلم بشفافيه، لانه هذا موضوع خطير، انه منح 100 شهاده في شهاده ماجستير للطلبه من جامعه العلوم الشرعيه. نعم. انا اقول على الملا ان الكلام هذا لا اساس له من الصحه، وانه لم تمنح اي شهاده على الاطلاق، وان ما ذكر لا اساس له من الصحه، وان الطلبه هؤلاء طبعا يحملون شهادة ثانوية معتمدة من أو مصادق عليها من وزارة التربية والتعليم، وشهادة جامعية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي للبحث العلمي. وفي بروتوكول وقع الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الصوفي الرئيس السابق مع رئيس جامعة العلوم الشرعية، مصادق عليها من الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي للبحث العلمي حينها. وحقيقة أنا أقول لهذا يقينا، وإن شاء الله تعالى سيتم اعلان نتائج التحقيق. هل فتحتم تحقيق؟ لانه هناك من يقول ان الجامعة العلوم الشرعية لا تمنح، لا تهتم بالجانب العلمي، ربما هناك طلاب لديهم الاعدادية او الثانوية او حتى الابتدائية التحقوا بهذه الكلية، ومن ثم تم معادلة هذه بالبكالوريوس. هذا ليس صحيحا. نحن نتعامل بوثائق، وانا قلت لك انا عندما تاتيني شهادة ثانوية مصادق عليها من وزارة التربية والتعليم، وشهادة جامعية مصادق عليها وزارة التعليم العالي، وبروتوكول يصادق عليه وزير التعليم العالي، هذه هي معاييرنا. وهذا موضوع جرة المقاصة وفق النظام، والعملية ماشية بشكل منتظم، وخضعوا لكل قوانين الأنظمة داخل جامعة تعز. وطبعا أنا يعني سبقت لجنة التحقيق، لأنه قد رفعت توصياتها لي وأعلنت عنها اليوم، لأنه هذا موضوع خطير وينبغي أن لا يقال كلام، هذا كلام يعني لا أساس له من الصحة إطلاقا. لم تمنح شهادة
ولا حتى في 100 طالب، كل ما في الأمر في 8 طلاب في كلية الحقوق و12 طالب في قسم الدراسات الإسلامية و10 طلاب في قسم علوم القرآن، وخاضعين للقوانين النافذة بجامعة تعز. يعني هذا الموضوع ربما سيتم إعلانه على المناخ الصحفي وبالتالي سيتم تحمي، إذا كان هناك مسؤولية بالتأكيد أنتم معنيين بالمسؤولية المباشرة عنها. أنا شكلت لجنة في نفس اليوم الذي نشر في هذا الكلام. طبعا عادة نحن نغض الطرف عن أي كلام يقال، حتى الإساءات التي توجه لقيادة الجامعة وغيرها لا نهتم فيها، لأنه الذي يتحدث في الظروف هذا عن كلام مثل هذا أنا أعتقد أنه أما أن يكون مريض أو يكون غير منقطع على العمل. يعني من يتحدث، وأنا أجزم عبر قناتكم موقرة أقول أنه من يتحدثون عن كل قضايا ما فيها قضايا فساد في ظل ظروف لا توجد فيها أصل رواتب، هؤلاء منقطعين على العمل نهائيا، وأقولها بجزم منقطعين على العمل 3 سنوات متتالية. فكيف لشخص أن يتحدث عن 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 قضايا مثل هذه وهو منقطع على العمل أصلا؟ فأعتقد الأولى بالشخص أنه يقوم بعمله وبعدها يتكلم عن الأمور الأخرى. وطبعا يعني الظرف هذا يتطلب من الناس جميعا أن يكونوا مع التعليم بعيد عن الإساءات المختلفة هذه، لكن احنا لا يهمنا إطلاق الكلام في هذا الموضوع. ربما هناك أيضا أحاديث أخرى عن مطاردة للطلاب أو منع المحاضرات بشكل مختلط داخل الجامعة، كان هناك أحاديث عن أن هناك فتاوى صدرت من أطراف معينة ضد أساتذة الجامعة. الحقيقة أنه أمر مثل هذا لم يحصل في البداية، في بداية الأمر وهذا كان قبل أكثر من سنة، كان في هناك نزلت بعض المنشورات وكان في هناك حديث حول الأمر هذا، ولكن نحن واجهنا الأمر هذا بطريقة واضحة وصريحة وتعاملنا مع الأشخاص الذين قاموا بالأمر هذا وقلنا لهم لا مجال للحديث حول الموضوع هذا حتى الحديث عن الموضوع هذا. والوضع في جامعة تعز طبيعي جدا مثل ما كان في السابق. موضوع الفتاوى يعني أحيانا للأسف مواقع التواصل الاجتماعي تنقل أشياء وتكبرها، يعني مع أنه الناس يقولوا آرائهم، لكن لابد أن يكونوا دقيقين، لأنه أحيانا في قضايا تضر، يعني بالذات في قضايا الفتاوى. هو حصل مرة أنه يعني في خطبة أنه فلان قال هكذا من الأساتذة، ولكن عندما بحثنا الأمر وشكلتنا لجنة التحقيق شكلت وطلعت بنتائج، يعني الأمر ما كانش بالطريقة هذه. الأمر كان عبارة عن حديث، والأستاذ ربما تخوف شوية وأنا استدعيته، ويعني طلب يتوقف على المحاضرات وانتهى الأمر يعني، لكن الأمور ماشية بشكل طبيعي جدا. يعني لا يوجد أي نوع من أنواع الإرهاب الفكري للطلاب أو للمدرسين داخل الكلية إطلاقا. حتى أنا هنا أريد سجل شكري للجميع يعني في المحافظة أنه لم يتم اختراق النظام، أو لم هنا طبعا بكل تأكيد يعني في من ممكن يقول شيء أو يهدد وكذا، لكن في آخر مطاف العملية سارت بطريقة منتظمة. الامتحانات لم يتدخل فيها أحد، ما يعني الانضباط ماشي أفضل من يعني مثل ما كان في السابق. طيب إذا ما ذهبنا لموضوع عدنا لموضوع التدريس، هيئة التدريس، هل حصل تسرب؟ كم نسبة التسرب من هيئة التدريس خاصة في ظل انقطاع المرتبات، في ظل المواجهات، في ظل هجرة عدد كبير من العقول خارج الجامعة؟ كيف واجهتم هذا الموضوع وكم هي النسبة التي خرجت من الجامعة؟ فيما يخص الأمر هذا طبعا لا أستطيع أن أقول أن الحضور 100% أو أنه 90%. حقيقة في مثل ما تكرمت في من نزحوا إلى الخارج، في من يعني ظروف يعني متعلقة بسلامتهم يعني متواجدين في محافظات أخرى، لكن نحن عملنا على يعني وضعنا بعض المعارك في إطار مجلس الجامعة، منها مثلا أنه الأستاذ يعني الذي لا يستطيع الحضور عليه أن يأتي بالبديل، المهم بنفس درجته. الأهم هنا أنه كيف يغطي محاضراته. طبعا واجهنا صعوبة في قضية أنه بعد انقطاع الرواتب تحديدا كيف يصل الأستاذ إلى جامعة تعز. وجهنا بعض المبالغ التي أعطينا استقالة طبعا كاملة للكليات، وأي مبالغ مالية تحصل من الحساب يعني الموازي أو ما يسمى الرسوم الموازي أو النفقة الخاصة، وجهت لهذا الغرض، أنه وفرنا سكن
للاساتذه بحيث انه الاستاذ بدل المواصلات وسلف ماليه، واستطعنا انه نمشي فتره معينه فيها، ومن ثم طبعا وصل الامر الى درجه انه طبعا توقفت الرواتب، ويعني الجامعه لم تتمكن من صرف مبالغ ماليه لهم كسلف، لانه الطلاب برضو يعيشوا نفس الظروف. الطالب في جامعة تعز وفي جامعة ثانية برضو يعاني، بالذات في جامعة تعز يعاني كثير، يعاني من أكثر مشكلة، إنه أولاً ما في رواتب، وثانياً حتى الحياة مشلولة يعني بخصوص القطاع الخاص وكام. فنحن متفهمين هذا، لكن كنا يعني بنحاول نستفيد من الطلاب الجدد، يعني يمكن نتيجة إنه الطالب يدخل برغبته، وبالتالي بإمكانه يدفع مبلغ. فهذه وجهت لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، واستطعنا انه نسير العملية التعليمية فيها في الحدود الدنيا. طبعا الوضع مزري حقيقة، يعني انه الأستاذ يصل إلى درجة لا يلاقي، يعني أنا كنت أحيانا والله أصمت عندما الأستاذ يطرح بأنه لا أستطيع الوصول إلى الجامعة. طبعا الأمر يعني وصل إلى درجة انه اتجهنا إلى المنظمات التي تقدم مساعدات، أنا أقصد السلة الغذائية وغيرها، ووفرنا السلع غذائيه، ونحن الان ماشيين بالاتجاه هذا، لانه الجامعه كانت مستبعده. نعم. كانوا يظنون الجامعه، لكن الان بدا التفاعل معنا، وفي رمضان يعني الذي مضى استطعنا نوفر السلع غذائيه، وكانت هذه يعني اثارت كثير. ومن ثم حتى الاضاحي عملنا على التواصل مع، يعني بس اريد ان اوصل لك الى فين وصلنا. نعم. يعني الى 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 مع الجهات المختلفه، ووفرنا اضاحي طبعا بسيطة يعني بالكيلو. سنعود لمناقشة موضوع المرتبات بشكل موسع، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد للجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نجريه مع رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي. دكتور محمد، كنت قبل الفاصل تحدثنا عن مرتبات أساتذة الجامعة، لاحظ أنه ربما أكثر من عام مر على عدم انتظام مرتبات أساتذة الجامعة في تعز. ربما كان هناك بعض الخصوصية لأساتذة الجامعة، صرفت عدد من المرتبات. بالنسبة للأساتذة في تعز، هل صرفت كما صرفت في عدن، في صنعاء، في غيرها من المحافظات؟ الحقيقة أنه التعليم لا يعني لم ما يعطاش حقه في الفترة هذه للأسف، يعني أنه ما أدري لماذا يغيب التعليم؟ لماذا التعليم في آخر سلم اهتمام الحكومة؟ يعني جامعة تعز التي عملت على تطبيع الحياة، لولا جامعة تعز ما طبعت الحياة في تعز. يعني وهذا الكلام باعتراف الجميع أنه كان لها دور كبير في تطبيع الحياة في تعز. إلا أن الجامعة لم تحصل على خلال عام كامل. نعم. من أنا أقصد إذا أخذنا من العام دراسي كامل، لم تحصل إلا على مرتبين فقط في شهر 12 وفي ليلة عيد الفطر المبارك. ما عداها كان هناك توجيهات بأن هناك انتظام لعملية دفع المرتبات في تعز في المنطقة المحررة، هناك توجيه من رئاسة الجمهورية، هناك أيضا توجيه من رئيس الحكومة، وبالتالي ما هي الإشكالية التي، خاصة أنه تم صرف أو كما تقول الحكومة أنه يتم صرف مرتبات جميع الموظفين في المناطق التابعة لسيطرة الحكومة؟ التصريحات هذه حقيقة نحن سمعناها في اجتماعات مغلقة وفي اجتماعات وفي تصريحات علنية يعني، وتفائلنا كثير انه اخيرا طبعا ستنتظم الرواتب، على اعتبار انه قضية لو انا اتحدث عن الجامعة، الراتب هو مطلب للجميع، لكن اتحدث عن الجامعة انا اعتقد انه من الاهم مكان انه تصرف الرواتب للجامعة. توقف الرواتب اكثر من هكذا وقت طبعا هذا سيؤدي الى توقف العمل التعليمي، وهذا مساله في غايه الخطوره. طبعا نحن متفائلين كثير في تصريحات
معي نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، وما سمعناه اليوم وبلغتنا من الجامعة بأنه هناك في 20% من الموازنة سيتم صرفها قريبا، لكن الأهم الرواتب طبعا. يعني أعتقد أنه أساتذة الجامعة وموظفيها بشكل عام يستحقون أن نكافئهم برواتبهم المستحق قانونا لصمودهم خلال هذه الفترة الماضية. لاحظ أن هناك كان إضراب ربما لأساتذة الجامعة في صنعاء وفي عدن وفي غيرها من المحافظات. تعز لم نسمع عن وجود إضراب لهيئة التدريس بجامعة تعز. نحن متفقين مع الأساتذة ومع قيادة، يعني بشكل عام إدارة الكليات، جميعا متفقين بأنه لا قدم الإضراب. يعني أنه علينا أن نكون عند مستوى المسؤولية في هذه الفترة التاريخ الحرجة، علينا أن نقوم بواجبنا نحو طلابنا. أنه نترك الطلاب فهذا أمر له أبعاد خطيرة جدا وأبعاده معروفة، يعني فأبعاده ضياع للطلبة. وعلى هذا الأساس نعمل، أنه ينبغي ونتعامل مع كل الأطراف أنه ينبغي أن تستمر العملية التعليمية. فأقصد أنه وصلنا إلى قناعة فعلا من خلال الحوارات أدرناها أنه ما لا فائدة من الإضراب. يعني كيف يعيش الأساتذة، يعني خاصة أنه هناك التزامات على الجميع؟ يعني كما ذكرت أنت أنه ربما كان هناك تصرف مبدئي أو جزئي في عدد من الإيرادات التي كانت تذهب للجامعة، هل تكفي هذه الإيرادات أصلا؟ هي طبعا البعض أحيانا تعرف الحين الشطحات وكذا يطرحون لماذا لم تصرف الرواتب من الجامعة. أنا أقول بوضوح أنه إذا جمعنا كل الإيرادات الخاصة بالجامعة لن تفي بصرف شهر واحد. طبعا يعني مرتبات جامعة تعز 275 مليون وأكثر من هكذا. فأقصد أنه، لكن أنا تحدثت عن أنه كيف نعطي مبالغ وإن كانت بسيطة للأساتذة بحيث أنه تساعد إلى حد تساعدهم على أنهم يستمروا في الحياة ويستمروا في الوصول للجامعة. الحقيقة أنه يعني هذا أمر حتى الأحيان يثير استغراب الناس، أنه الناس مستمرين، لكن إحنا بنحاول من خلالها بطرق مختلفة. السلطة المحلية لم تدعمكم في هذا المجال؟ السلطة المحلية من حيث المتابعة حقا المحافظ يتابع، لكن كنتيجة ما يعني هناك إيرادات في المحافظة تذهب من إلى أماكن أخرى، أليس الأولى أن تخصص جزء منها لدعم العملية التعليمية؟ والله الأصل هل ناقشت هذا الموضوع مع السلطة المحلية، مع المسؤولين في السلطة المحلية، مع المسؤولين في الحكومة أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وأثناء زيارة وزير التعليم العالي؟ وهذه لم تفتح هذه القصص؟ ناقشنا كثير وناقشتها أنا برضو مع بحضور أنا والمحافظ مع كل الجهات في عدن، في نقصد في الحكومة. طبعا بالنسبة لإيراد السلطة المحلية برضو هم بيشتكون لأنه برضو على عاتقهم تقع مسؤوليات ومشاكل كثيرة وما فيش مرتبات لكل القطاعات في المحافظة. والجانب الثاني انه ما ايش واقع تحت سيطرتهم المصانع التي يعني تدفع مبالغ كبيره للحكومه، يعني فبرضه هم بنفس، مشان كنا منصف يعني بنفس الوضع، ف نشتكي لهم وهم يبكوننا. يعني هذا امر. طيب القطاع الخاص ألم يدعم في هذا المجال، خاصه ان هناك العديد من رؤوس المال والشركات التعزيه، ألم تذهب في اتجاه استيعاب هذه القصه ودعم جزء من المرتبات او النفقات التشغيليه للجامعه؟ الحقيقه نحن طرقنا هذا الباب، تواصلنا مع رجال الاعمال فاعلي الخير. الوضع حري وكل الناس يشكو، يعني انه في هذا الوضع صعب. كان في توجه على سبيل دعم الجامعه لكن للاسف لما راى نتيجه. طبعا ربما توقف بعض يعني الاعمال الخاصه بالرجال الاعمال جعلتهم بالاضافه للسيوله، طبعا هم بيطرحوا يعني طارحين على هذا الاساس انه ما فيش مجال. طبعا الجهه الوحيده التي فعلا دعمت الجامعه في موضوع الصيانه، في موضوع توفير دعم مالي طبعا لكليه الطب البشري ب 25 مليون برضه، يعني هناك في دعم قادم، هي مجموعه هذا سعيد. نعم انا هكذا. الجهات الاخرى طبعا بدعمها لكن بشكل طفيف جدا، اما قضيه دعم مرتبات او جانب ما هذا لم يحصل قط. طيب جامعه تعليم بدون خدمات، بدون كهرباء، بدون
مرتبات، ما هو الحاصل أو المخرج النهائي من هذا الوضع؟ يعني معامل لا تعمل، كهرباء غير موجودة، أساتذة غير منتظمين أو راتبات غير منتظمة، في صعوبة أيضا حتى في وصول الناس إلى هذه الجامعة، أيضا قضية تحضير الدراسات والاختبارات وانتظامها، هذه قصص كلها لا تؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير. موضوع لو أخذنا موضوع الخدمات مثل الكهرباء، الكهرباء إحنا حاولنا نعالج هذا الأمر من خلال طاقة، يعني المدات الكهربائية الصغيرة، من خلال لكل كلية، من خلال الطاقة الشمسية، يعني مثلا دعم يقدم من مجموعة لكلية الطب، يعني استطعنا أنه نحل مشكلة كامل، وكليات لا زالت تعاني مشكلة، لكن في حدود الدنيا استطعنا أن نوفر الكهرباء. الماء يعني متوفر، الأمور الأخرى طبعا الدراسة منتظمة، لكن تظل في معوقات كثيرة. يعني في عندنا مشاكل مثلا في بعض المعامل، انه عدم وجود الكهرباء بالطاقه الكافيه، طبعا هذه بتعيق قضيه المعامل، انما العمليه ماشيه بحسب الظروف، لكن الحقيقه انه في اراده وفي في 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 حضور من الجماعة. يعني تظل هي نوايا ربما ومبادرات شخصيه، لكن اذا ما تحدثنا عن مؤسسة العمل بعيدا عن وجود وزارة التعليم العالي، كيف علاقتكم بالجامعة الأخرى؟ كيف علاقتكم أيضا بوزارة التعليم العالي، خاصة أنه لا توجد وزارة بالمعنى الحقيقي؟ كيف إذا واجهتكم مشاكل كيف تحلونها؟ مع من تحلونها؟ مع من تتواصلون؟ في تواصل وفي علاقة طيبة مع معالي الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هم برضو في وضع حرج، يعني حقيقة مشان نكون واضحين، يعني ما لا يمتلكون مكان، يعني بالتالي بنحاول احنا نعتمد على انفسنا في كثير من الامور، على اعتبار انه الجامعات الى حد كبير مستقله، يعني وان كان ما فيش هذاك الامكانات، لكن لابد ان تستمر العمليه التعليم مثل ما قلت في البدايه، مهما كانت الظروف، هذا هو شعارنا، وما ولم ينأس قط، يعني ماشي بالاتجاه هذا، لانه البديل معروف، البديل الضياع. يعني طيب، كان هناك عدد كبير من طلاب الجامعه الذين التحقوا في فترات ما بالمقاومة، وشاهدنا طلاب كانوا يقرؤون الملازم أو يقرؤون الكتب الجامعية وهم في المتارس في جبهات القتال، عدد كبير منهم تعرضوا لإصابات، هل هؤلاء تم منحهم وضع خاص داخل الجامعة؟ نحن كتعليم يعني نحترم ونجيل هؤلاء الأبطال ونقدرهم، لكن قضية الوضع الخاص فقط يتعلق في أنه نعفيه من قضية الحضور، مرتبة رسوم من الحضور، نعفيه من الحضور طبعا. في هذا الجانب أنا أتكلم على جانب الأكاديمي، في جانب الإعفاء من الرسوم بكل تأكيد، في جانب الإعفاء من الحضور على أن يحقق النتيجة المطلوبة في الجامعة، إنما طبعا قد هذا في الكلية النظرية ممكن، أما العملية كيف؟ لا، الجامعة هم بيحضروا حقا يعني، أو يوقفوا قيد عملية، يعني الشيء المذهل إنه الناس في إقبال ويمتحنوا ويجتهدوا كثير، لكن الأمر الذي طرقته أمر مهم غاية في الأهمية، يعني عملنا على كواجب على الجامعة إعادة تأهيل كثير من الشباب، يعني من خلال إعفائهم من الرسوم، يعني وصل الأمر في السنة الماضية إلى 2500 طالب وطالبة، هذا كان واجب علينا، لأنه هؤلاء الشباب إذا ما مدينا يد العون لهم وقمنا ب يعني الحاقهم بالجامعه سيتعرضون الى اناس غير طبيعيين، طبعا بيتحولوا الى ناس غير طبيعيين، وبالتالي عملنا على يعني استيعاب عدد كبير، وانا اقدر ب 2500 هذا خارج اللي الذي امورهم طبيعيه، لكن مع الحفاظ على مساله واحده وهي مساله الامتحانات، انه لابد ان يجتاز الامتحان في الكلية التي تناسبه، أما قضية الدخول بدون امتحان فهذا أمر سيكون أخطر صحيح من سير العملية التعليمية، لهذا أنه نتعاون في جوانب معينة، إنما في جوانب الأكاديمي ينبغي أن يكون في تشدد حتى لا تتحول العملية التعليمية إلى مهزلة ويضيع الطلاب أكثر. طيب، هناك بالتأكيد تداعيات نفسية
للحروب، للمواجهات، لما تعرضت له المدينة، لما تعرض له الطلاب، لما تعرضت له الأسر من مشاهد دمار وقتل اليومي أمام أنظار الناس. هل هناك برنامج لتأهيل الطلاب نفسيا، إعادة تأهيل الطلاب نفسيا، مساعدتهم، تقديم استشارات نفسية لتجاوز ما يعانوا؟ لدينا مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي، هذا لعب دور كبير في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه جعلنا من الجامعة ورشة عمل في كل اتجاهات ما فيها، يعني المحاضرات، المهرجانات اليومية، الأنشطة الثقافية الرياضية في مختلف الجوانب. طبعا هذا بيساعد كثير على إنعاش الطلاب وإعادة تأهيلهم. نعم. فإعادة الحياة، أنه يعود للحياة التعليمية الطالب، هذا أمر كويس. أنه برضو نقوم بعمل المحاضرات والأنشطة المختلفة، هذا برضو أمر في غاية الأهمية، وهو جزء أساسي مكمل للعمل التعليمي أصلا. لكن الطالب يحتاج إلى هذه الأمور أكثر من أي شغلة أخرى في هذا الظرف الصعب. طيب بالنسبة لإرشيف الجامعة، هناك حديث عن أنه تعرض عدد كبير من الوثائق والإرشيف الجامعة وممتلكات للتلف، كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ يعني أنا أطمن الجميع أنه الأمر هذا استطعنا تداركه. هناك حصل نوع من يعني السطو على الخزائن الخاصة اللي فيها الوثائق الطلبة ونتائجهم، لكن نحن في حينه عملنا معالجات بما فيها حتى كلية الطب البشري التي تقع في بجوار القصر وكلية الآداب، استطعنا وبمساعدة ودعم من الأخوة في الجبهة الشرقية مثلا في المقاومة أنه نحصل على كل الوثائق ونعيد أرشفتها. طيب بالنسبة للجامعات أو الكليات الأخرى، يعني ربما هناك 8 كليات، هل تعمل الـ8 كليات بكامل طاقتها، خاصة بالإضافة إلى الكلية الموجودة أو كلية التربة، هل تعمل جميعها بكافة يعني قدرتها الاستيعابية؟ نعم، طبعا لدينا 12 كلية، 12 كلية وعدد كبير من المراكز التعليمية والخدمية. بالنسبة للكليات والمراكز التعليمية تشتغل بكامل طاقتها، بل استوعبت أضعاف الأعداد، و يعني الأمور ماشي، العمل التعليمي ماشي بشكل طيب. طيب إذا ما ناقشنا موضوع آخر، اللي هو المراكز التي ما زالت خارج تعز في منطقة العبر، ربما المركز الأخير، ما الذي يتم تقديم فيه؟ هل فقط مركز امتحاني أم أيضا هناك تدريس في هذا المركز؟ لدينا، دعني أوضح لك هذا الأمر، لدينا برنامج لكلية الطب في جامعة أب. حينها كانت في هناك أسباب موضوعية، وكان لابد ما يفتح البرنامج على اعتبار أنه المستشفيات تقصف كان في تعز، والأساتذة نزحوا من تعز، وكلية الطب تحديدا وضعها غير الكليات الأخرى، يعني تحتاج إلى مستشفيات بدرجة أساسية وبالذات العلوم الكلينيكية، وبالتالي كانت ظروف موضوعية تم موجبها اتخاذ القرار هذا ونقلهم، ونجحنا في هذا الحمد لله. وبدأنا حقيقة، والأستاذ الدكتور أبو ذر الجندي بذل جهود كبيرة، هو وفريقه طبعا، لا ننسى فريقه، ولكنه كان يعني شكل يعني أو الرجل عنده إمكانيات علمية وإدارية، واستطعنا أنه يعني نعيد الحياة إلى بشكل أكبر إلى تعز، وعملنا على يعني من جديد على بناء كلية، مش بناء كلية، تجهيز كلية، وأصبحت تعمل أفضل من السابق، وأهلنا المستشفيات بالتنسيق مع الأخوة مدراء المستشفيات والسلطة المحلية، والآن تقريبا لم يتبقى سوى رابع وخامس سادس وثاني فقط في برنامج أب، والباقين في جامعة تعز، بالإضافة إلى البرامج التي كان هناك أيضاً طلاب في سنة 4 وطلاب في عدن أو هذا أمر آخر، يعني أنا أقصد هذا برنامج، هذا برنامج، ويعني لم يعد الأمر مقبول أنه يتم قبول طلبة هناك، لأنه الظروف التي من أجلها تم بدأت تتقلص، وبدأت تستقر الحياة التعليم، وبالتالي لن نعيد الطلبة بشكل مفاجئ إلا بالتدريج، بحيث أنه هذه كلية الطب لابد ما الأمور تمشي بشكل كويس حتى يكونوا خريجينا يعني متميزين. و طبعا هذا ما يخص برنامج اب.
البرنامج عندنا مركز الحوبان، سألت عن المراكز. لدينا مركز الحوبان فقط، هذا المركز هو امتحاني تعليمي فيما يخص التخصصات التي تتطلب يعني دراسة منتظمة. طبعا هذه يتم التدريس بشكل طبيعي فيها، تخصصات في العلوم الإنسانية التي لا تتطلب يعني، فالأمر تارك للطالب أما أن ينتقل إلى جامعة أو يأتي إلى تعز، لكن إحنا مدركين ظروف الطلبة وبالتالي، لكن في الوقت نفسه مثلا في العلوم الإدارية، في كلية العلوم الإدارية وكلية الحقوق برغم أنها كلية إنسان، إنما لوجود عدد من الأساتذة الكافيين طبعا يدرسون، بالإضافة إلى الأقسام التي ذكرتها، أنه الأقسام التي تحتاج إلى تدريس ندرسهم. طيب بالنسبة للطلاب الذين نزحوا بالكامل خارج المحافظة، هل تم التنسيق مثلا مع جامعات أخرى، في جامعة صنعاء، في جامعة إب، في جامعة عدن، في غيرها؟ هل بالإمكان يتم التعامل بسلاسة مع موضوع انتقالهم لهذه الجامعات؟ تم العمل على هذا الأساس الذي ذكرته، وطلابنا قبلوا بالتنسيق بيننا بشكل مباشر مع رؤساء الجامعات. نحن نتكلم على تعليم وينبغي أن يكون بمنع عن كل شيء، وقبلوا الطلبة والأخوة في كل الجامعات، وأخص بالذكر جامعة طبعا أكثر، جامعة إب احتضنوا، وجامعة صنعاء طبعا والجامعات الأخرى، لكن جامعة إب بدرجة أساسية وجامعة صنعاء وبعدها الجامعة الأخرى احتضنوا طلابنا. وعندنا طبعا كان في قرار من مجلس الجامعة بأنه الطالب أمامه أكثر من بديل، البديل الأول أنه يدرس ويعود إلى الجامعة يسلم نتائجه عندما يشعر أنه الأمور طيبة ومناسب له وتعتبر النتائج يمشي بشكل طبيعي، أو أنه ينتقل. لكن الشيء الجميل أنه الطلبة إلا ما ندر درسوا وعادوا إلى جامعة تعز، إلى مختلف مراكزها وكلياتها ومراكزها، وساعدنا وجود مركز الحوبان. طبعا نحن كنا مصممين على أنه يكون نبقى على هذا المركز، لأنه إغلاق المركز هذا يعني ضياع الآلاف مثل ما ذكرت في البداية، وبالتالي ساعد أنه لأنه الحياة المعيشة صعبة. والناس لا يستلمون الراتب، وبالتالي لا تستطيع أن تجبر الناس كلهم يدخلوا تعز، فهذا ساعد كثير وجود البرامج هذه، وساعدتنا كحلول في ظرف ظروف الحرب أن تساعد كثير في استمرار العملية التعليمية. بالنسبة لموضوع أخير ربما كان هو يهمك عدد كثير من الناس، بالنسبة لرسوم الدراسة كيف تم تجاوز الموضوع هذا؟ ربما مع الطلاب بالتأكيد كانوا قطاع كبير منهم تأثر، هل هناك إجبار لدفع الرسوم أم أن هناك تقسيط، أم ما هي الآلية اللي اتخذتوها أنتم؟ نحن في آخر مطاف مؤسسة تعليمية، نعم، وبالتالي ينبغي أن 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 وعملنا كله من أجل الطالب، وجودنا كلنا من أجل الطالب، وعلى هذا الأساس نتصرف. أنه أنا إذا أذهب إلى اتخاذ قرارات بإجبار الطلاب على دفع الرسوم فهذه كارثة، لأنه في آخر المطاف يعني لن يستطيع الطالب أن يدفع الرسوم في ظروف صعبة معقدة. لكن نحن ذهبنا إلى إجراء حوارات مع الطلبة من خلال الأساتذة، من خلال أنه اللي عنده يدفع، واللي يقدر بالتقسيط يدفع، واللي يعني أبوه موظف ولا يستطيع دفع الرسوم يؤجل، بالإضافة إلى التقسيط أو الإعفاءات بشكل كبير جدا طبعا. حتى لقينا انتقادات كبيرة، فنرد على الناس ونقول لهم أنه يعني لا يمكن إطلاقا أن نجبر الطلب على دفع الرسوم في ظل هذا الوضع، لكن ينبغي أنه يكون في توازن. الطالب لازم يدرك أنه الأستاذ يدرس بدون راتب، والأستاذ لابد أن يدرك بأنه الطالب بدون أبوه بدون راتب، نعم. لكن في هناك فئة عندهم إمكانات اللي يعملوا في القطاع الخاص، يعني في الأمر هذا يمشي عبر حوار، تقسيط، تخفيض، تعاون بين الأطراف كلها حتى تمشي العملية التعليمية. طيب دكتور، الحديث عن التعليم وعن جامعة تعز حديث شيق وملي بالاستفسارات التي يحتاج الناس أن يسمعوها، لكن وقت البرنامج شرف على الانتهاء. في أقل من دقيقة، هل من رسالة معينة توجهها لأي جهة لمساعدتكم على التخلص من الإشكال اللي تواجهونها؟ الحقيقة أنا برغم إدراكي بوضع البلد ويعني الإيرادات الدولة والدورة النقدية وصعوبة هذه كلها نحن ندركها، لكن أنا أوجه دعوة للحكومة بأن تعطي التعليم حقهم الاهتمام. أنا إذا تحدثنا عن راتب الجامعة اليمنية
فسنجد انها ليس بهذاك المبلغ الكبير، يعني مقارنه مع دورها الكبير، الدور الكبير الذي تقوم به. الجامعة انا ادعو برضو الجميع الى التعاون، الى التماسك، الى الحضور، الى التكاتف في هذا الظرف الصعب، وعدم الذهاب للنزق والاساءات وكذا. يعني ادعو الجميع انه ان يكونوا مع التعليم، وادعو منتسبي جامعه ان يكونوا مع الجامعه. ونحن كذلك ندعو الجميع لان يجعلوا مصلحه الطالب قبل كل شيء، ففي الاخير العمليه التعليميه هي الرهان الوحيد من اجل العبور نحو المستقبل. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز، وكذلك الشكر موصول لجميع مشاهدينا. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.